يفام سبور بلس أيمن زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في الـ 24 ساعة. 26 ديسمبر 2023 مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سبور بلس. نحكي على نادي الإفريقي. رسميا إقالة المدرب سعيد السيبي، إقالة أو قطيعة بالتراضي في كل الحالات. سعيد السيبي لن يكون مدرب النادي الإفريقي في قادم الجولات، القطيعة الرسمية حسب ما على النادي الإفريقي في بلاغ رسمي صادر عن صفحة رسمية للفريق جيذية بعد الهزيمة اليوم العشية ضد الملعب التونسي. نحكيو كذلك على احتجاجات كبرى على التحكيم، احتجاجات من رئيس النادي يوسف العلمي، من أعضاء الهيئة المديرة، احتجاجات من المدرب حسب ما اعتبروا أنه النادي الإفريقي تعرف إلى مظلمة تحكيمية اليوم في باردو. نحكيو بتبع على ماريتا الملعب التونسي اللي يفوز ويحقق 3 نقاط يضمن من خلالها رسميا تواجده في مرحلة التتويج. نحكيو على مباراة الترجي الرياضي التونسي ونادي الصفاقسي غدوة، كلاسيكو وقمة الجولة، التشكيلة المرتقبة كل من نبيل كوكي وطارق ثابت، اخر اخبار الزوز فرق، وكذلك الغيابات المرتقبه، غيابات عديده وبارزه ومهمه في تشكيله النادي الرياضي الصفاقسي. مساء الخير، مرحبا بالجميع. بطبيعة الحال هذا وغيره من الأخبار ومن المسجدات والتفاصيل باش نحكيه على بقية زادة نتائج الجولة والترتيب بعد نهاية الجولة هذية من خلال المجموعة الأولى، كيفاش أصبح الترتيب الحالي بعد ضمان الملعب التونسي تأهلوا إلى البلايوف وغيره من التفاصيل ومن المدخلات متاع التليفون اللي باش تجينا بعد شوية. سعيد جدا أنه باش يرافقني في البلاتو للتعليق والتحليل على المسجدات هذية عبد الباقي بن مسعود. مساء الخير، أهلا وسهلا بك وكل مشاهدي ومستمعي فهم، واهلا باش نسلم على الغايبين الحاضرين. تسلم عليهم انت، اهلا وسهلا، سلم على سي فتحي وسلم على نادر داود اللي البارح ربح 6. نادر اي ربح 6 والراجل بامبي وفريمون حاجه يزيد خنيسي مارك 4 منهم 6 هذوك معنا فهم خويا مبروك عليه ويضرب 6 ضر الخنيسي ماركي ونادر داود بامبي نادر بامبي بالضبط. سلموا عليه على كل حال في الكويت، تحياتنا الخالصه. مرحبا بك سي عبد الباقي، رافقنا سمير سليمي، اهلا وسهلا، مساء الخير. اهلا بك زروق، نحيي نحيي الأخيان هنا، نحيي الأخيان اللي موش معنا في اليوم في الإميسيون، والناس اللي تسمع فينا، الناس الكل اللي تسمع فينا نحيوهم. رضوان الفالحي، مساء النور، أهلا وسهلا. مرحبا بيك زروق، مرحبا بكل المتابعين وخاصة الناس اللي قايمين على الحصة هذه وتأمين الحصة هذه. إن شاء الله ربي يعوضنا خير الناس كل، وربي يعطينا الوقت الطيب وخاصة يعوضنا خير. ولا هذا هو الفايدة في التعويضات. كل عام خير يا فهد. كل عام إن شاء الله. أي نعم أي نعم، عيد ميلاد اللي فهد بلكش التعويض يجي في عيد ميلاد خطبة بتاع خطبة الجمعة. مرحبا بك رضوان، مرحبا سمير سليمي، مرحبا عبد الباقي من مسعود اللي تداوى في التلفزة تكملوهولي كان عربي جابر. أي نبدأ مباشرة بالخبر الأبرز اليوم وهو القطيعة بين سعيد السيبي ونادي الإفريقي. لانفو دو جور. إذن البلاغ يقول أنه بعد الاتفاق بالتراضي بين الطرفين، الاتفاق بالتراضي، يعلم النادي الإفريقي أنه تم إنهاء مهام السيد سعيد السيبي كمدرب على رأس فريق كبير كرة القدم، وأنه سيتولى الإطار الفني الحالي وعلى رأسه كل من السيد أحمد الطويري والسيد محمد حاج علي مواصلة المهمة إلى حين الاتفاق مع مدرب جديد. سمير سليمي، تعليقك على الخبر هذا، خبر القطيعة ما بين النادي الإفريقي وسعيد السيبي، فاجئك الخبر هذا وإلى له؟ لا ما فاجأنيش، باعتبار المستجدات اللي صارت في الفترة الأخيرة، تصريحات سعيد السيبي بعد هزيمة في نيجيريا قال أنه عندي 3 مباريات لابد أن ننتصر فيهم. انتصر في الماتش في رادس على مستوى الكاف، وقعد له، وهذا كلام قلناه، قعد له الاختبار تاع الملعب التونسي، وهو اختبار حاسم، ويعرف سعيد الشيء ذايا وتعرف الإدارة الشيء ذايا، باعتبار أنه نادي الإفريقي انهزم في الماتش هذا والمردود تنحكيو عليهم بعد ما كان الصراحة المقنع. بطبيعة الحال الطلاق بالتراضي أو القطيعة هذه كانت منتظرة. حاجة أخرى أخيرة، القطيعة هذه تخدم مصالح الناس الكل حسب رأينا، حتى سعيد السيبي تخدم مصلحة سعيد السيبي، لأنه من المستحيل، أنا نعرف أجواء النادي الإفريقي مليح
من المستحيل أنه كان ينجم يكمل إيراني في ظروف مريحة وظروف طيبة. تعليقك رضوين الفالحي، تنذكروا أنه في المباراة الأخيرة ثلاثة هزائم نادي الفريق في جمعتين، هزيمة في نيجيريا، ثم هزيمة ضد النجم الساحلي، ثم فوز ضد الفريق النيجيري في رادز، ثم هزيمة اليوم في باردو. هل تعتقد أنه بسبب النتائج هذية صارت القطيعة، وإلا بسبب أنه ثم ضغط أنفيرنال والكرة ما عادش يتعدى ما بين الجميع؟ الحقيقة كان فما ضغط صحيح، لكن النتائج زادة ما تبعتش، اللي هي المفروض أكثر عامل ينجم يحمي المدرب هو النتائج متاعه. للأسف بالنسبة لسعيد السابي، خاصة ثلاثة مباريات الأخيرة اللي طلع فيهم نيفو، نقولوا احنا خاصة تاع الفرق المنافسة، واللي جماهير وشارع الرياضي بصفة عامة ينتظر في الوجه اللي باش يقدمه نادي الفريقي ضد فرق قريبة في المستوى، وألا معناتها يكون النيفو متاعها مخير. ما نجحش الحقيقة، خلينا نقولوها أنه فشل على في المباريات هذية. دونك يظهر لي القطيعة كانت نتيجة للنتائج هذية مع الضغط اللي مسلط على سعيد السايبي. تقريبا خلينا نقولوا الحقيقة، من أول مقابلة تقريبا سعيد السايبي كان يعيش في الضغط، كل وين ينهزم إلا ونسمعوا الديجاج، لازم يمشي، لازم نبدلوا المدرب، ما هوش متاع نادي الفريقي. الحد وين معناتها وصلت نتائج كي من هكا، مع لافيريتي الأداء اللي كان ماهوش منتظم. نشوفوا مقابله نادي الفريقي يقدم فيها مردود باهي واهداف ومنظم، المقابله اللي بعد اقل مستوى. بتاتر العوامل هذه الكل خلات الهيئه المديره نادي الفريقي تختار انه تكون فما قطيعه وتعامل مع مدرب جديد. الجاي كيفاش تشوفوا رياضيا في نادي الافريقي في انتظار تعيين ولا نتعرفوا على هويه من سيكون مدرب الجديد نادي الفريقي؟ والله أهم شيء بالنسبة لي أنا أنه يكون مدرب الحقيقة عنده ثقافة الألقاب ومتعود على الضغط المباريات، سيرتو أنه جاي صعيب، لأنه باش ندخل نادي الفريق باش يدخل مبدئيا معناتها ومنطقيا وحتى حسابيا مازال، لكن منطقيا باش يكون موجود في البلاي أوف. دونك مباريات باش تكون أعلى في المستوى، وخاصة لازم يكون مدرب اللي يحسن التعامل والتصرف في المجموعة هذه، لأنه إلى يفهم سبور بلس أيمن زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في 24 ساعة. يفهم سبور بلس أيمن زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في 24 ساعة. مباراة نجم الرياضي الساحلي تغرمنا سيمير، كيف قلنا مش مشكل، يمكن اغلاط عن سهو، اما تزيد المرة هذايا سي نضال طيف وسي بكير، نحن كرة عنا يهزنا أرجو، كرة عندهم قشمرة يخرج أرجو، ماركينا بونت وما فما حد شيء، الكرة مش شبكة، هذا ظلم، هذا بالحق تظلمنا. الكرة ما خرجتش المتاع سي عواصف بحكي على الهدف الأخراني، هدف الأخراني أكيد هدف، واللي قبله كرة ما خرجتش، نحن هزنا تو هزنا أرجو وما هزمش أرجو، بالحق المنظومة الكل متاع سي عواصف ترابلسي مش معقول. إيش قاي صاير خويا، تعرفش كيفاش حابوا نبطلوا نحن البطولة تنبطلوا؟ اللي صار على نادي الفريقي عيب، سكتنا برشا، يونا مار مع ساكتين ما كانش يخلي والو من البطوله. بالحق تظلمنا يونا مار، بالحق تظلمنا، لازمنا ناخذ حقنا باش نحتاجوا باش نجتمعوا ونشوف شنو ناخذ القرار، كان لازم اخويا ننسحبوا البطوله، عيب حرام اللي يعملوا فيه حرام. الناس كل كونترنا، الناس كل قاعدين كونتر نادي الفريقي، تابعين المنظومه، نحبش نقول لك عواد سبع شكون حرام عليهم وكا. شو الناس كل ما تحكي على الاربيتراج وعلى المنظومه، على الاربيتراج نحكي، على الاربيتراج، على سي عواد ترابلسي اللي عاين فيهم الاشخاص، وشكون يعطيه تليفون باش يعاين له الشخص هذاك، نعرفوا الناس كل تعرف، مش لازم نسمي الاسم، اما عيب اللي قاعد يصير. جينا مباراه تاع النجم الرياضي الساحلي وسكتنا، قلنا اغلاط عن سهو، اما اليوم جيت ذبحنا، بالحق اليوم ذبحنا كرويا، ذبحنا اي زفرنا في كره ديشي، ما خلنا ما عمل باش اليوم وصل لي حب عليك، اما يا الله دليل وكا. هذا ذن سامي القاضي عضو الهيئة المديرة للنادي الافريقي. الصوت الثاني اللي دخل في وسط التصريح هو صوت سيد يوسف العلمي رئيس النادي الافريقي. باهي، قبل ما ناخذوا التعليق على التصريح هذا، ناخذوا معنا صديقنا الخبير التحكيمي امين بارك الله. مساء الخير، اهلا وسهلا امين. اهلا وسهلا بك ايمن، مرحبا بك وبالسادة الحضور معك وبالمستمعين والمستمعات. هل غير الحكم اليوم نتيجة المباراة النادي الافريقي والملعب التونسي، نعم ام لا؟ اليوم عندنا أربع حالات بس نتداولوهم خويا أيمن،
الحالة الأولى هي في الدقيقة 31 هجوم للملعب التونسي، لاعب الملعب التونسي في هجوم نحو المرمى أسبق من المدافع، يتم إعاقته بالساق، إعاقة تقدمه، وكان على الحكم الإعلان عن ركلة جزاء. في الدقيقة 37 ركنية تتنفذ على مستوى الجزام، على مستوى القائم الثاني، الكرة في مساحة اللعب، يتم إعاقة تقدم لاعب النادي الإفريقي من قبل لاعب مدافع الملعب التونسي، سوء تمركز الحكم خلاه ياخذ القرار الخاطئ، وكان عليه الإعلان عن ركلة جزاء للنادي الإفريقي. ضربة جزاء الأولى في الدقيقة 31 وقت النتيجة هدف لصفر، ضربة جزاء الثانية اللي طلب بها النادي الإفريقي واللي هي مستحقة في الدقيقة 37. بالنسبة للشوط الثاني، الهدف اللي سجله العبيدي كان مسبوق بلمسة يد لاعب المهاجم النادي الإفريقي، الكرة لمست فيه وهبطت قدامه وسجلها مباشرة. وفي الحالة هذه ما عادش نبحث على أن الكرة عفوية أم غير عفوية، بالتالي يلغى الهدف لأنه سجلها مباشرة بعد لمس الكرة باليد. بالنسبة للهدف المسجل في الدقيقة تقريب 90 كان منيس غالط، الكرة تجاوزت بأكملها الخط النهائي للمرمى، وبالتالي خرجت ضربة مرمى. وفي اللقطة هذه أو الحكم المساعد أخرى عليها مباشرة، والحكم ظهر قبل ما توصل زميله وقبل ما تتسجل، حتى كان ما ظهر أو ما أعلن عن ضربة مرمى إلا بعد تسجيل الهدف، الكرة تجاوزت بأكملها خط المرمى حسب ما تبينه الصور التلفزية. وبالتالي استنتجك هذه الأربع الحالات الرئيسية في المباراة. بالنسبة للتسللات للأسف مازال مع الناس مستوى نقل تلفزي يخلينا نكون قطعيين 100% في التسللات. وأيضا الحقيقة هي نقطة من الحقيقة سمحني أيمن مازال نعملها حتى بس يكون عملنا موضوعي، حتى الإعادة ما حماش في الوقت المناسب، وساعات في لقطات ما لنفسهم إعادة كما الهدف الأول المسجل للنادي الإفريقي، ما لناس إعادة للكرة التي سبقت الهدف. أمين. وبالتالي تو هذه الحالات تحكيمية بسطها، وبالتالي حسب وجهة نظر متاعك هل غير الحكم نتيجة المقابلة، هل الاحتجاجات اللي كنا نسمع فيها من قبل مسؤولين النادي الإفريقي منطقية على حق ولا لا؟ أنا كل فريق حر في تقييمه للمباريات، كل فريق عنده حساباته وكل فريق عنده جمهوره، والنادي الإفريقي يعرف الكواليس، والنادي الإفريقي يعرف الجامعة كيف تصور، والنادي الإفريقي يعرف جيدا كيف تصير التعيينات، وعلى أن يصرح ويقول من هو الناس اللي عينت الحكم أو اللي هي متورطة واللي هي ضد. أنا هذا أنت عندك إجابة نعرفك زي أنت عندك كواليس النادي الإفريقي. أنا مش ممثل النادي الإفريقي، أنا بالنسبة لي أنا حكم أخطأ من كلا الجانبين، ركلة جزاء تتكى رحبه كلاسة في الملعب التونسي، وركلة جزاء تتكى رحبه كلاسة في الملعب التونسي. يعطيك كل صح، قرار إلغائي مع قرار سليم من الحكم. يعطيك الصحة من بركلة الحكم الدولي السابق. اتنعملوا دورة على نحبش نصفه غاليز على الحكم، لكن سمعنا تصريحات هامة واختيرة هو سنسنا بها كل مرة من عند مسؤولين تاع فريق معين، كان مش إكس فريق إيجري، كان مش هذيك هي نفس الحكاية تتعاود. هل التصريحات اللي سمعناها من قبل مسؤولين النادي الافريقي انه المنظومه تخدم ضد النادي الافريقي، انه تم تعيينات تصير بالتليفون، وانه النادي الافريقي قالوا نمر وباش نجتمعوا ممكن حتى باش نقاطعوا البطوله، تعليقك على كل هذا يا عبد البيخ؟ والله مسؤولين النادي الافريقي هم المسؤولين على الكلام اللي يقولوا فيه، واذا كان عندهم ما يثبت ماديا انه المنظومه تخدم ضدهم عليهم كان يرفعوا الامر للقضاء وما يسكتوش، وانا معاهم في انه ما يسكتوش. ثم انا بالنسبه لي التصريحات هذه تصريحات متشنجة وما نشوف لها حتى داعي، حتى وإذا كان الأربيتر ظلمني، لأنه اللعبة ما زالت والنادي الإفريقي ما زال عنده 6 بوان دون لبير دي كا يستعيد بهم مرتبته الثانية اللي أنت المرتبة الأولى راه في الأصل حاطها لك الإتوال، وكي الإتوال تنحي لك المرتبة الأولى ولا أنت تنحي الإتوال المرتبة الأولى راه ما هيش مفاجأة. ألور زيد باش تدخل بعضك على أم بوان دو بونيس باش تقيم هالقيمة هذه كل زيد عندك إجراء إداري أليزي أعمل من حقك تدفع عن نفسك، تدفع على فريقك ما غير ما تدخل في التشنج. ديكلاراسيونات سخونة برشا نحي مدرب كذا، أنا ضد اتخاذ القرارات في الإطار هذا وفي الجو هذا. ريض اشرب عرقك اقعد
بعد خذ قرارك. سمير السليمي، التصريحات هذه زاد النجم نربطها شويه بالجانب الرياضي. اليوم بيرفورمانس النادي الافريقي والهزيمه نتاعه رياضيا، هل الهزم اليوم النادي الافريقي خاطر الحكم حرمه من الفوز؟ لا، كلمه بصراحه لا، الحكم غلط ضد النادي الافريقي وغلط كذلك مع النادي الافريقي، باش نكونوا واقعيين. مردود النادي الافريقي فرديا وجماعيا وتكتيكيا والتغييرات خلت النادي الافريقي ما ينتصرش. اذا كان الهيئه المديره للنادي الافريقي ونحييهم عندهم اعتراض على الحكم قبل الماتش، قبل في عند التعيين يقول لك لا ما نقبلش الحكم هذا، بعد الماتش وفات الحكايه سي سيفيني. ثم باكي قال الكلام الصحيح، النادي الافريقي عمناول ترشح للبلاي اوف باقل عدد من النقاط ونافس على البطوله لولا ماتش وحيد فقط بعده على البطوله، وبالتالي النقاط الحوافز راهو مهمين لكن ما همش حاسمين. اذا كانت تحسن من اداء الفريق نتاعك، واذا كان خسرت مع الاطوال ومع الملعب التونسي المرحله الاولى تنجم كي تتحسن تنجم تربحهم في المرحله الثانيه في البلاي اوف، وهي بالنسبه لنا الاهم. نجيو توا 30 دقيقه الاولى نتاع الماتش ولا 27 دقيقه الاولى نتاع الماتش، النادي الافريقي كان واقف كما ينبغي. بعد صارت نوعا ما من التراخي، خلى الملعب التونسي في 15 مينوت نتاع الميتون الاولاني يكون يكون احسن. تغيير اللي عمله سعيد في الاكس، الشريفي نعرفوه يلعب اكسيال على اليمين والعمراني يلعب اكسيال على اليسار. كي خرج العمراني ودخل شو اسمه البدوي، خرج الشريف ودخل العمراني، العكس. لا 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 لا، في او في بدايه الماتش، في بدايه الماتش بدايه خرج الماتش. العمراني ولعب البدوي والعمراني، البدوي في الناكس، البدوي ولا على اليمين والشريفي على اليسار. شكون مقابل الشريفي من الغادي؟ مقابله بلال الماجر، وهو اخطر عنصر، كل ما يفوت الحمروني يلقى روحه وجه لوجه مع بلال الماجري وعلى ساقه اليسار، وبالتالي ترسات ياخو كارتون، وذاك علاش سعيد خرجوا في الدوزيميتون لانه كان خايف عليه، وفما تفوق كبير ياسر على من بلال وحتى من هيثم في الدوزيميتون. هذه النقطه الاولانيه، اذا كان حبيت تبدل خلي شريفي في المكان نتاعه، خلي شريفي ما دام عندك لوتوماتيزم الوليد مرتاح اكسيال ادروات. اثنين الزعلوني، الزعلوني لازم يفهم حاجه، لاعب عنده بوتنسيال كبير ياسر وممتاز، هذه امور تتصلح. اللقطة الأولانية في ماتش متاع نيجيريا وقبلنا منه هدف، اللقطة الثانية في الملعب التونسي قبل بخمس دقائق من هدف، نفس اللقطة بالضبط اللي على الخط وطلعت الكرة لفوق وترى ولا شكون ملعب التونسي ضيح وترى ضيح، ثم خمس دقائق من بعد يجي الهدف من سوء تمركز متاع الزعلوني على المستوى الدفاعي، وهذا راهو يتخدم في التمارين ويتحسن. ايه لاريير دروا ولا الجوش يمشي يغطي كامل الدفاع، وانا بحذايا مدافع يعرف الكلام هذايا. زعلوني مالوروزمون مازال ماهوش يعرف علاش تكلمت انا على الادوار الدفاعيه، زعلوني ممتاز هجوميا لكن دفاعيا يلزمو يتصلح اكثر من هك. اذا كان تشوف توا فرديا الميلو تيران تاع النادي الافريقي اللي قدم ماتش محترم، اذا كان نشوف مردود نتاع احمد خليل قام بالواجب نتاعو، اذا كان نحكيو على شهاب قام بالواجب نتاعو، اذا كان نحكيو على السويسي بدرجه اقل ولكن قام بالواجب. هي يقول لك علاش من الملعب التونسي سيطر، لانه تمركز الملاعبيه هذوما كان تمركز حسب رأينا تمركز فيه ما يتصلح. اولهم هو شهاب العبيدي لنقطه القوه نتاعو، انه يلزم يكون تحت يدو باش هو اللي لعب بسام على اليمين ويلعب حمدي على اليسار ويلعب ايدو ويكون معاه في الاندو ويدخل شهاب العبيدي ملي بدا الموسم تقريبا يلعب كتروازيم بيفور ولايور. هذا هو الاشكال. وشفت كم من مره شهاب العبيدي يرجع للميليو تيرا في نفس الخط، غير هنا معناش الصوره نفس الخط، حسام خليل وشهاب على نفس الخط، وبالتالي قعد الهجوم معزول. اخيرا تراجع بسام الصرافي على مستوى مردود، ماهوش بسام كلمه واقعيا قد ثم حمدي العبيدي ظلم مره اخرى باللعب بشيرة اليسرى. انا نعاود ناكد في كل تحليل ماتش نتاع النادي الافريقي نقول راو حمدي العبيدي حتى كان تحطه اغوش كي تبدا الكره تخدم يلزم يدخل هو دوزيام اتاكا وخلي الحمروني يولي هو الواحد وتعمل ليكيليبر نتاعك. مالوريزمون ما شفناش الشيء هذا. باهي سمعنا الجانب التحكيمي قبل المسؤولين، هيت نسمعوا الجانب الفني، هل يتحمل الاطار الفني المسؤوليه ولا؟ نذكر مره اخرى انه سعيد السيبي تمت القطيعه
اللاعبين وبين إدارة النادي الإفريقي. أحمد طويري مساعد المدرب هو باش يواصل قيادة النادي الإفريقي حتى في الأيامات القادمة. نسمعوا شنو صرح وشنو تفسيره لهزيمة فريقه اليوم. نسمعوا تصريح في ميكرو زميلي وسام بن حسين. مو بارلو أنا قلت لك نتحملوا مسؤوليتنا كاملة. شوف احنا مناش نتهربين من المسؤولية. قلنا كما حكينا من الأول قلنا رانا احنا طول هنا النادي الإفريقي شفناه في نسخة جديدة قاعدين نكوروا في فريق جديد حتى من شخصية الفريق هذه قاعدة تكور. صحيح لي ماتش هذوما روبير كنا نستناو في لي ماتش هذوما باش نشوفوا كيفاش الجمعية نتاعنا تظهر. اليوم أكبر دليل اللي احنا كنا حاضرين خاصة في النص ساعة الأولانية نتاع اللعب يمكن الفريق المنافس ما كانش موجود. سجلنا الهدف عرفنا كيفاش نسيروا المباراة حتى وقت اللي خلينا الكرة للمنافس خليناه باللي شوا نتاعنا. كيف ما قلت لك اليوم راني باش نتحفظ شوية باش نحكي أكثر تكتيك ما خاطر الأمور الجانبية اللي صارت عندها تأثير كبير وكبير برشا على نتيجة المباراة. واليوم نحس كأنه فما حاجات قاعدة تحب معناها تعطلنا لأنه. بالرغم اللي احنا نعاود نقول لك رانا متحملين مسؤوليتنا كاملة هذاك علاش رانا احنا معنا حاجات للمراجعة. احنا باش نبداو برواحنا باش نراجعوا الأغلاط نتاعنا إذا كان فما حاجات تتطلب التصليح بصورة استعجالية راه باش نحاولوا نصلحوها خاطر بريتو مازال ما فات حتى شيء. اليوم مازال قدامنا مرحلة نتاع بلاي أوف مازلنا قدرة ربي ماشيين القدام في كأس الكاف لكن هاني قلت لك الفترة هذه والمرحلة هذه تتطلب أكثر 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 معناها صرامة وأكثر خاصة كما قلت لك قوة شخصية من عندنا. اليوم الكورة راهي كيما تنجم تخطى كيما تنجم تصيب حتى الفرص اللي جات الفريق المنافس جات بعد ما احنا جزفنا وبعد ما حاولنا نمشيو أكثر ما يمكن قدام أكيد باش نخليو الفراغات وهذا شيء منتظر لكن في الأخر بعض الأوقات نقول لك أن الكورة راهي تكون قاسية شوية خاصة وقت الحظ ما يحالفكش. الكورة الأخرانية نتاع رامي البدوي كانت تنجم تدخل. اليوم رانا نحكيو في حديث آخر. الإطار الفني يقول نتحمل مسؤولية رضيان الفلحي ويقول شخصية الفريق مازال قاعدة طور التكوين. أول حاجة الشكل متاع التصريح الحقيقة أنا نراه غير مقبول لأنه مش كي تخسر مقابلة نوليو نحكيو على الإكسترا سبورتيف ألورك هو الإكسترا سبورتيف. أنا بالحق كي سمعته ماشي بالي فما صارت مشاكل في الضرب ما نعرفش مع غيره تبين أنه هو يحكي على ضربة جزاء كونتاكت مع شريفي أو غيره دونك تولي تتسمى هي سبورتيف ما عادش إكسترا سبورتيف تابع اللعبة هذا هي الأولاني. من بعد ماذا بينا في التصريحات المدربين كي يخرج يحكي على المقابلة كيفاش صارت شيما تكتيك اللي عملوا التغييرات شنية الاجتهادات اللي عملها بشي يصلحها شنو ما اللي ديفو بتاتر اللي ظهروا اليوم تبقى هو يحب يحمي الملاعبية متاعه هذا من حقه ويحكي ما شاء. فيما يخص المباراة أنا شخصيا نشوف أنه الحاجة بتاتر اللي خلت اليوم سعيد سايب يتم إقالته وإلا بالتراضي أو غيره هو عدم وجود التوليفة الملامة في وسط الميدان التريو اللي كان يحكي عليه توا سمير خاصة على المستوى التنشيط لأنه كل مباراة نشوفه ثلاثة مختلفين خليل ديما موجود سنتينيل لكن البقية مرة السويسي معاه شهاب العبيدي مرة وسام يحيى شفنا بيكورو شفنا معناتها برشا اللعبي صحيح غير برشا اسامي غير برشا ديسبوزيتيف رشيد العرفاوي كتروزيام ميليو اكزاكتومون رشيد اللي لعب دو تروا ماتش اون طون كوريجيسور. اليوم الاختيار انا نراه شخصيا وكنا حكينا في الاوف موفق في استعمال شهاب العبيدي تحت لاتاكون تبقى ما بين السويسي وما بين شهاب وخليل في الريبلاسمون ديفنسيف وكيفاش يكون الوقفه اللي حكى عليها سمير هذيك هي اللي تفرق. هذاك علاش وسط الميدان خاصه في الشوط الثاني حسينا انه خذوا عليهم لاسوندون ولا الملعب التونسي تعدى باكثر سلاسه. تقعد من بعد الفريشور فيزيك نتسائل انا سيرتو زياميتون الملاعبيه اوفنسيف اللي حكى عليهم اصرار في ايدو وعندك من جهه الاخرى العبيدي الحقيقه شفنا ثقل كبير برشا وخاصه زاد لي دو زاكسيو في الاكسيون تاع البونتو الثاني معناتها اتاكون يعمل الكونترول ويدور بالكره وياخذ الوقت باش يشوت وانت اون طونك اكسيال ما تكونش لاصق له في الزون هذيك معناتها سي دو لا سويسيد. انا راه فهمتني صارت اخطاء كبيره على المستوى الدفاعي وسط الميدان كيف كيف ما كانش الحقيقه في الانيماسيون ديفونسيف معناتها ما كانش مميز عكس 30 دقيقة الأولانية شهاب العبيدي والصرار فيه كانوا أشاك فوا يقربوا الوسط الميدان صارت سوبريوريتي نوميريك تعديت الباس متاع حمدي العبيدي اللي حكيت عليه بكري الفرصة اللي كانت موجودة في دقيقة 24 دونك بعد 30 دقيقة تبدل وجه النادي الإفريقي للأسباب هذه اللي كنا نحكيه فيها. إن شاء الله في قادم الجولات يلقى خاصة الثوابت متاعه والشخصية اللي يحكي عليها لأنه المدرب كي يحكي يقول لك ما زلنا ما لقيناش شخصية كيفاش ملاعبية ما شاء منطقي الله ولا لا. أنا الراه ماهوش منطقي لأنه الملاعبية اللي عندك ما شاء الله عندهم الفيكيو متاعهم ولعبوا في معناتها في مراحل محترمة في فرق باهين تقريبا نسميهم بالواحد
الديفونسور اللي عندك يلعبوا في النادي الافريقي، ورامي كان يلعب في النجم الرياضي الساحلي، حارس مرمى متكون في اوروبا ولعب منتخب، في وسط الميدان كيف كيف خليل انترناسيونال، وسام يحيى ملاعبي نتاع خبره، ايدوم لاعب يلعب في ثلاثه جمعيات الكبار في تونس، صرار في لعب في الاوروب الحامروني، هذوما ملاعبيه الكل اللي عندهم شخصيه تقعد باش تلقى كل لحمه نتاع المجموعه والسوليداريتي، واللي معناتها كي يغلط واحد يصلحوا له، هذه بتاتر اللي مازالت ناقصه شويه نادي الافريقي. باهي بقيت النتائج، اذا مستقبل السيمان انهزم 2-0 ضد قوافل قفص، الملعب التونسي فاز على نادي الافريقي 2-1، وتعادل 1-1 ما بين الاولمبي البيجي واتحاد بن قردان، اللي يعطينا الترتيب على النحو التالي. الملعب التونسي في الصداره 23 نقطه، النجم الساحلي 21 نقطه، نادي الافريقي 18 نقطة في المركز الثالث، المركز الرابع الاولمبي البيجي 14 نقطة، اتحاد بن قردان 12 نقطة، قوافل القوصة 9 نقاط، ومستقبل سليمان عنده في رصيده فقط 3 نقاط المركز السابع والاخير. مازالت مباراة وحيدة للملعب التونسي ضد النجم الرياضي الساحلي، وزوز مقابلات للاولمبي البيجي باش تكون ضد مستقبل سليمان وضد الاولمبي البيجي. هذا بالطبع نحكيو على النادي الافريقي، مازال زوز مقابلات ضد الاولمبي البيجي ومستقبل سليمان. نخرجوا فاصل ثم باش نحكيوا على المجموعه الثانيه بعد البوب، وعلى راس المجموعه هذه وعلى راس المقابلات القمه غدا الكلاسيكو بين الترجي ونادي الصفاقسي. ويطلب الكلمه اضافه نتاع 10 ثواني اي لانه ماشي بالي باش نحكيوا على المجموعه هذه. اليوم الاولمبي البيجي فلت على نفسه فرصه نتاع باش يلتحق يرجع المجموعه تاع النجم الساحلي رسميا المرور البلاي اوف. فوالا كان ربح اليوم الاولمبي البيجي يولي نقطه على النادي الافريقي، وتقعد مقابله بيناتهم باش تكون حاسمه اللي هي في راس يظهر لي دونك فلت على روحه فرصه كبيره. هذا اذا بالنسبه للترتيب. اذا فاصل ثم نعاودش نحكي على المجموعه الثانيه ومباراه كلاسيكو غدوه القمه ما بين الترجي وساسس. بعد شويه نكملين في سبور بلس مع ايمن زروق على اي اف ام احلى راديو. في سبور بلس من 7 ل 8 متاع الليل. مساء الخير، مرحبا من جديد في سبور بلس. دونك مواصلين في الربح بمناسبه عيد ميلاد اي اف ام، كلمونا على 31 380 الف كما عملت مدام نجات، موجود معنا في المباشر. اهلا وسهلا مدام. عسلامه. اهلا وسهلا، مرحبا. شنو احوالك مدام؟ شنو احوالكم؟ لاباس عليكم؟ صباح الحمد لله. منين تكلم فينا مدام؟ تكلم فيكم من سوسه. اي تحيه ليك وتحيه لكل مستمعينا في سوسه. تعرفوا رضوان فالح عاد كان يلعب قبل في الاطوال؟ بيان سور. اي مرحبا بك، نورتنا. يعيشك وبيكم اكثر. محبه وفيه للنجم الساحلي يعني. تحيه ليك. شنو في الدنيا مدام نجيت؟ انا كنت معلمه وتوا متقاعده. اي تحيه زاده لكل المعلمين وكل اللي موجودين في السلك التعليمي. مرحبا بك مدام نجات، باعتبارك انك مستمع وفي الاي اف ام وكلمتنا نقول لك مبروك عليك، ربحت معنا دو كوفخي بقيمه 200 دينار من اهداء الانيا. الانيا الماركه التونسيه اللي اسسوها زوز نساء صيدليات ريم الجريه وانس الزاويه من 2019. الانيا في ساعة سميت من الماركات المعروفه في تونس اللي توفر لكم كل ما تحتاجوه للعنايه بالوجه وبالشعر والبدن، واللي ما ينصحوا بها الاطباء متوفره في لي فارماسي ولي بارا فارماسي ولي سيت اون ليني نتاع لي بارا فارماسي في تونس الكل. واليوم مازالت الانيا تقدم لكم جديد، وفي 2023 باش تلانسي اللقام الجديده نتاعها لي كومبليمون اليمونتير اون غراند بريمير بور لا مارك. مبروك عليك مره اخرى مدام نجات، اذا كنتم مازالت تحبوا تربحوا يعيشك مدام تربحوا معنا بمناسبة عيد ميلاد اي اف ام، كلمونا على الرقم 31 380 الف. مازلنا مصين نحكيو على كرة القدم، غدوة الدفعة الثانية من مباريات البطولة، المجموعة الثانية والقمة ما بين كلاسيكو الترجي ونادي الصفاقسي. شيفر دو جور سعد الباقي، الرقم بتاعنا هو 3 غيابات لنادي الصفاقسي غدوة، 3 غيابات رسمية مؤكدة في تشكيلة نبيل الكوكي. نحكيو على وضاح الزايدي اللي تعرض لإصابة في الترابص الأخير، محمد صالح المهذبي، وأمان الله الحبوبي اللي مع الأسف الجديد تعرض لإصابة في المستوى الأربطة المتقاطعة. سؤالي ليك، 3 غيابات باش تكون مؤثرة وعندها أثر على تشكيلة وفكر وأداء نادي الصفاقسي ونبيل الكوكي غدوة؟ ما نتصورش تأثير كبير، باعتبار أنه الحبوبي وضح مع الكوكي مريناهم جديد تجلير،
المهذبي اوكي مي سي با زاد الغياب اللي فريمون باش يخلي فراغ كبير معناها في الفريق. اعتقد انه نادي صفاقسي بالليفيكتيف اللي عنده معناها اكيد انه الكوكي 90% من الليفيكتيف 95% من الليفيكتيف اللي عنده معناها ديسبونيبل معناها كيفي ما حناش نشوفوا حاجه مؤثره من 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 الناحيه هذه. وصحه النادي صفاقسي لن نعرفها الا غدا على الميدان باعتبار انه كان غايب علينا شهر ما ريناهوش. صار شويه مشاكل في الملعب التونسي والترجي نفس الشيء بالنسبه للسيسيس الملعب التونسي والنادي الافريقي قبيله شويه نفس المنطقه ينطبق على سيسيس والترجي باعتبار سيسيس شهر ما لعبش مباريات الترجي عنده في سقيه النسق نتاع المقابلات هذا هو هذا هو غدو الحي نكتشفوا شنو عمل السيسيس في المده هذه نتاع ولكن الغيابات لا اعتقد ان بالتاثير الكبير على الاقل على فكر الكوكي اللي مش قاعد يعتمد بالاساس 100% على الملاعبيه هذوما. تشوفوا راي سمير السليمي توافقوا راي والا لا؟ اونتر تون زاد نعطيكم التشكيله المحتمله اللي ممكن يبدا بها غدوه نبيل الكوكي. صبري بن حسن في الكاج، على اليمين غربيل، على اليسار عزيز الساحي، في محور الدفاع النصراوي وعلى الدين غرام. منتظر باش يلعب 4-3-3. كونتي نبي كمارا وشادي الهمامي، وفي الهجوم بركات الحميدي، فراس العفية، وحاج حسن مع إمكانية المجاسب يوسف باشا كلاعب يبدأ به تيتولير. تقريبا 90-95% توجه متاع نبيل الكوكي. سمير سليم نفس الإجابة تقريبا مع باكي. الغيابات ما هيش مش تأثر باعتبار الرصيد البشري اللي عند السي اس اس الملعبية اللي غايبين بغتيك ما همش أساسيين في تشكيلة نبيل الكوكي. النقطة الثانية نادي الصفاقسي ونبيل الكوكي شنو هو اللي حضروا خلال الفترة الراحة المطولة؟ شفنا مردود الملعب التونسي كان ممتاز، واضح أنه الدو خدم خدمة ممتازة تحضيرا لمباراة النادي الإفريقي. هنا نبيل شنو حضر لمواجهه الترجي الرياضي التونسي؟ متعود النادي الصفاقسي مع نبيل كوكي يلعب 4-4-2 في حاله الهجوم، يعطي امكانيه الحريه للاعبين وسط باش يلعبوا على الكولوار، يسدد مليح على الكاج ويستعمل كثيرا الكره الثابته. هذه تقريبا فلسفه نبيل في من خلال المباريات اللي شفناها مع السي اس اس. هل انه الاستراتيجيه هذه مش تنجح مع الترجي ولا شنو هي الفكر نتاع نبيل؟ هجومي دفاعي يستنى الاسبيرانس ثم يحاول يلعب المساحات. حاجه اخرى كذلك مهمه بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي اللي بداية طيبة 3-4 مباريات ثم تراجع، لكن حاليا حسيت أنه نادي الصفاقسي بدأ يرجع للعنفوان متاعه وللقوة متاعه. تيست أنا نعتبره أنه تيست بالنسبة لنبيل كوكي قدام فريق الترجي الرياضي التونسي. الإمكانيات المتوفرة عند نبيل تخاوله أنه يلعب 4-5-1 كما عودنا في المباريات الكبيرة اللي خارج صفاقس، 4-4-2 وقت اللي يكون في حاجة إلى الهجوم. هذا كلها خيارات أمام نبيل، يقعد ماتش فيه كل حسابات لأنه مش يقابل فريق الترجي التونسي المطالب كذلك بالنتيجة والمردود. غدا موجة بين المتصدر وصاحب المركز الثالث النادي الرياضي الصفاقسي في رصيد 19 نقطة، حتى ساقه تقريبا مش يكون موجود في مرحلة البلاي أوف. بروفا مهمة غدا لنبيل الكوكي وفريقه؟ أكيد بروفا مهمة، خاصة أنه تجي بعد 3 انتصارات على المتلوي تطاوين والمرسى، وقبلهم تعادل مع السيابي. دونك سلسلة إيجابية لنادي الرياضي الصفاقسي. تبقى نأكد كلام سمير، بعد الراحة المطولة هذه بشوفوا إسكو بش يستفيد منها وألا بش تكون عندها تأثيرات سلبية، لأنه الفريق المنافس الترجي الرياضي التونسي أكثر كومبيتيتيف وأكثر جاهزية. فيما يخص عدد النقاط صحيح معناتها 25-19 مالجري نادي الرياضي الصفاقسي زايد مقابلة. نقطة الاشتراك بين الفريقين هي قبول 3 أهداف فقط، معناتها الدفاع قوي من الجهة هذه ودفاع من الجهة الأخرى، يعني يمتاز الفريقين الاثنين يمتازوا بصلابة دفاعية. تقعد فيما يخص نادي الرياضي الصفاقسي شيما تكتيك على الورق يظهر بتاتر يمكن معناتها 4-3-3، لكن تنجم تكون راهو التنشيط الهجومي يكون فيه بركات الحميدي والحاج حسن اللي عودونا في المباريات الاخرانيه يسجلوا اهداف معناتها ويقدموا في الاضافه كل مره. ديكليك صار لهم زوز ملاعبيه هذوما وفرصه ليهم زاد المقابله نتاع غدوه، خاصه لبركات الحميدي هاك الديكليك اللي قاعد صاير باش يزيد ياكدوا، وكذلك الحاسه التهديفيه نتاع حاج حسن انه اللي كانت مفقوده ولقاها في المباريات الاخيره. الحقيقه راهو البروفيل نتاع الملاعبيه زوز
نحسوا فما كومبليمونتاريتي معناتها متكاملين، لانه الحاج حسن يحب البوكس ويسجل لك الاهداف، يحط ساق ويحط راسه، معناتها ستان جوار اوبورتونيست معناتها اللي يستغل الفرص. بركات لا اكثر يمشي سور لي كوتي لي سباس، يحب لي فانت، دونك متكاملين. بوتيتر تنشيط الهجومي نشوفوا بركات والحاج حسن وراهم عيفيه مع لي تروا بيفو شادي وكامارا، دونك ينجم يكون يحافظ على الاربع اربع اثنين كلاسيك نتاعو، ويمكن يعتمد على معناتها الرسم هذايا في الحاله الهجوميه. في حاله دفاعيه يسكر على لي كولوار نتاع الترجي الرياضي التونسي، يعرف انه بن علي وبن حميده يحاولوا يساندوا الهجوم، دونك يولي الحاج حسن معناتها بوينت عيفيه على اليسار وبركات الحميدي على اليمين. تو ديبون انت والتنشيط الهجومي والدفاعي اللي بتشوفوه غدو. نذكر مره اخرى انه وضح الزايدي صالح المهذب بامان الله الحبوبي اوت رسميا من المقابله غدوه، ومساعي لتجهيز اشرف الحباسي اللي ما لعبش منذ اوت الفارط بداعي الاصابه. من جهه الترجي الرياضي التونسي غياب وحيد سعود الباقي اللي هو غش، وحسب اخر حصص التمارين التواجه ماشي حول امكانيه المحافظه على نفس الرسم التكتيكي نتاع مباراه انغولا، ال 4-4-2 او الاربعة ثلاثة واحد اثنين لطارق ثابت، بالتعويل على رودريجو ومهاجم اخر مع رودريجو. والله في غياب غش يتلزوا للتغيير هذا، ولو اني انا نشوف انه تغييرات برشا راهو ساعات تجم تقلق، معناها سيرتو كي تبدا لاكاليتي دي جوار ما تسمح لكش باش تغير لشي ما برشا، راهو باش تبدا انت تلعب دو وتروا وكاتشي ما سيرتو في ماتش واحد، يلزمك ملاعبية من مستوى آخر، يلزمك ملاعبية معناها مستوى كبير، معناها كي أسيميل بيان، معناها أسيميل رابيدمون، معناها لي دوني اللي يعطيهم المدرب ويطبقوهم بنجاح. الكاليتي هذه متوفرة في الإفيكتيف تاع الترجي ولا مازالت ناقصة؟ مش بالدرجة اللي تخلي المدرب يجم يخدم بالراحة اللي يحب عليها هو ويعمل اللي يحب في مخه الكل. فهمت؟ ألور يلزمو يدوزي لهنا لونترونور ويعرف حدود كل واحد، وين كل واحد يجم يتحرك، وين كل واحد يجم يستفيد منه ويخرج منه لو ماكسيموم بوسيبل. اعتقد انه باستثناء غشه، وحتى في غياب غشه يجم يحافظ راهو على الدوزيلي، معناه عنده الساحلي بلال، عنده الوليد زاد بون ما يجمش يكون تيتولير، ولكن يجم يعاونوا كور دي ماتش اللي هو ترابلسي اللي لاعب واعد جدا منتظروه هذا، فهمت؟ ويجم يلعب على جناب، معناه يجم يلقى حلول اخرى باش يحافظ على نفس الرسم اللي ربما اعطاه نتيجه ما افضل. بو غدو راح نشوفوا سيروتيرا بيان سور. امكانيه زاد غدوه ديما نقولوا مش خبر، هذا امكانيه والفكر موجود حول التعويل على غيلان الشعليلي كاساسي، ممكن الفكره هذيا وقاعدين يشوفوا مع الملاعبي اسكو ينجم يكون حاضر ماهوش حاضر، ما مدى جاهزيته ليكون اساسي. نعطيو التشكيله ديما نقولوا المحتمله والتوجه طارق ثابت، مميش في الكاج، بن علي، بن حميده، توغاي، مريح، الشعليلي او غيث الوهابي، قدامه سيف تقا، زكريا العايب، يان ساس، رودريجو، وبلاصة بين سوي وإلا ساحلي وإلا زاد بوغرة باش يكون مع رودريجو في الهجوم. قراءتك للتشكيلة هذه سمير؟ هي تشبه تقريبا لطريقة لعب نبيل كوكي، 4-3 قدامهم لاعب كصانع ألعاب أو ثم المثلث الهجومي. لعب طارق ثابت بالطريقة هذه قبل، وطريقة إذا كان طبقها مليح، وإذا كان خاصة الثلاثي نتاع الميليتيرا يطبقوها كما يجب، يعني غيلان طبعا نحكي عليه، غيلان تقا وش اسمه العايد زكريا، إذا كان يخدموا بطريقة متميزة خاصة تكتيكية تعطيك قوة كبيرة دفاعية، قوة كبيرة دفاعية، لأنه يعني عندك أربع مدافعين قدامهم ثلاثة، وبالتالي عندك دو ليني إذا كانت مركزين. في حالة الهجوم يولي حسام يتقدم والعايب يتقدم، وهذايا ما شفناه في الماتش الأخراني اللي لعب به. دونك دوبل رول للتقا وللعايب، هذا هو هجوم ودفاع. ثم ساس، يعني ساس كيفاش مش يكون التمركز نتاعو، يلزم يكون اكسيال قدام الزوز المهاجمين هذوما، وفي حاله الدفاع خاصه تعطيك سيكوريتي وليكيليبر في الملوتيرا، هذا كله على الورق، لكن طريقه نعتبرها طريقه متميزه، وراه عدد من المدربين على مستوى العالم نشحوا بالطريقه هذه، حتى الكيب بيرسونال نتاعنا في الكوب دافريك تعبوا بالطريقه هذه، وهزت الكوب دافريك بالطريقه هذه 2004. يبقى كلمه على غيلان اللي حسب راينا بكري عليه، غيلان يحضروه الى مرحله البلاي اوف والى ما بعد كاس افريقيا،
بالنسبه لي انا الزربه لا. الوليد مازال كيف رجع بدا يشد في روحه بشويه بشويه، ماتش ماهوش يسهل بالكل مع فريق سي اس اس راهو فريق قوي عنده ما يقول قوي بدنيا. انا نتصور انه كان يدخلوا حسب السكور زاد، لو يدخلوا في الشوط الثاني يدخل في وسط اللعبه ما بداش اساسي، مش اساسي ان شاء الله معناها ما يلعبوش اساسي، واذا كان لعب اساسي ان شاء الله نتمنى له النجاح والتوفيق. اي هات نذكروا مره اخرى رانا مانيش قاعدين نقولوا انه غالين شعليلي سيكون اساسي غدوه ولا لا، لكن الفكره موجوده. هل يمكن التعويل على غالين شعليلي ولا لا؟ الفكره دي موجود لدى الاطار الفني وموجود لدى التمارين نتاع الترجي الرياضي التونسي. غدوه نستناو تشكيله كيفاش باش تكون. وي رضوان قراءتك اللي سوى تشكيله محتمله للترجي، الترجي هو الفريق الوحيد هذا في البطوله اللي توا ما انهزمش، كان هو نادي الافريقي، الافريقي عمل زوج هزاء متتاليه، اصبح الفريق الوحيد الذي لا ينهزم في البطوله ويرجع من تعادل كان مخيب للامال للجماهير في انغولا اسبوع الفرط. بون، اول حاجه فيما يخص شعليل الحقيقه انا راها مجازفه كبيره اذا تدخل به اساسي في مباراه كيما هكا، لانه اول حاجه مباراه باش تكون بدنيه بامتياز، ماتش اتليتيك تلعب ضد فريق محترم، وثاني حاجه معناتها الرجوع لازم يكون تدريجي. احنا اخر مره لعب فيها قداش خذا طون دو جو شعليل؟ تقريبا ما تجاوزش 25 مينوت، ما تجاوزش. اذا انت اخر مره في المباراه نتاع بيترو اتليتيكو تخلف في الدقيقه 90، المباراه اللي قبلها ضد اتحاد تطاوين خذا 20 دقيقه. فوالا تطاوين اكثر مقابله لعب فيها وقت، يمكن تخلف اكثر شوي سكور 3-0 فوالا، وماتش كونسيبت اخر حتى مارس خل شوي. دونك انا شخصيا نشوف اذا دخلوا ميتون ومن بعد تعطيه 60 دقيقه 80 دقيقه افوار ماتش، دونك معناتها نتصور مرحله البلاي اوف تكون مناسبة باية اللي يحضر فيها الملاعب وينجم يدخل 100% الجاهزية متاعه. فيما يخص الرسم التكتيكي الترجي الرياضي التونسي، راهو شيما هذايا أهم عنصر بالنسبة لي أنا هما لي دور ليور اللي حكي عليهم سمير، كسوا العايب ولا تقى، وكنا حكينا مباراة بيترو أتليتيكو في آخر 20 دقيقة الديفايونس اللي صارت في الترجي الرياضي التونسي كانت في السيكتور هذاك بلوز وموا، لأنه تقى اشاك فوا يغطي على بن علي على اليمين، وشفنا العايب يغطي على بن حميده، ولا بروفني الفرص اللي كانت موجوده لفريق بيترو كانت كلها في الكولوار هذاك، حتى في الان كونترا لازمك ملاعبي كان التوجيهات دفاعيه اكثر منها غدوه كيفاش تكون لازم يكون الرول نتاعو هكاك، لانه ما عندكش ان جوار دو كولوار اللي باش يغطي معاك انت اون طون كو اريير، دونك لازم واحد من لي بيفو هو كي جليس اكوتي باش يعمل التغطيه، دونك ملاعبي لازم لكن يكون. في مباراه بيترو اتليتيكو ما كانوش فما زاد ويجي اوكي، كان ثم الواجبات الدفاعيه اللي تحكي عليها، ما شفناش العكس في الهجوم، ما تعداوش للترانزيسيون اوفنسيف. غدوه اكيد مطالب باش يصلح معناتها على المستوى الهجومي، ويقعد ساس كيما عمل مقابلة الذهاب كان ممتاز جدا، وكان فارق هو في المقابلة هذيك وسجل هدف معناتها ممتاز. الدور نتاعو كالعادة إذا يقف في الانترليني ما بين لي تروا بيفو اللي باش يستعمله نادي راد صفاقسي ولي زاكسيو باش يخلق برشا مشاكل للنادي الرياضي صفاقس. واضح جدا غدا نذكر مباراة مع ماضي ساعتي مقولة على قناة الدوري والكاس الترجي والنادي الرياضي صفاقس في تال المجموعة الثانية، نذكر ببقية المقابلات اتحاد تطاوين يستقبل النادي الرياضي البنزرتي ونجم متلوي يستضيف الاتحاد الرياضي المنسير. يعطيك صح سمير السليمي، ان شاء الله ان شاء الله لاباس، حسيتك في ديبيو نتاع الجريب وربي توصل تعدي ان شاء الله ما يعدينيش ربي يحفظنا. شكرا. ما تعرف راسي عام تايمينج مثالي نتاع مرضى تايمينج عالمي. شكرا سي عبد الباقي، مساء عليكم صح، الناس الكل كنتوا في المتابعه والاستماع، نلتقي غدوه كالعاده في نفس التوقيت وفي حلقه جديده. تصبحوا على خير. سبور بلوس على اي اف ام احلى راديو.